دي فلوس. اه دي فلوس. لا دي بتاعت واحد صاحبي. وبعدين دي 100 جنيه. يلا امشوا. هتيجي يعني؟ ايوه جاي وراكم. طب يلا هنمشي. ايوه هنمشي هنمشي. ايه اللي كان هيحصل ده؟ ده كان هيحصل مصيبة. لازم اعمل قفل. المهم دلوقتي هشوف هم عايزين ايه. الحمد لله ان هم ما فتحوش الدرفة دي، عشان لو كانوا فتحوها كانوا شافوا دلاب الفلوس كله. الحمد لله بقى. هحط دي هنا واقفل الباب وابقى اجيب قفل بقى. ايوه بقى عايزين ايه؟ احنا شفنا الفلوس يا بابا. بس ديت 100 جنيه يا ميرا. ايه يا بابا؟ انا شفتها انا كمان. بس يا مايا بس بس. ايه حكاية الفلوس يا فريد؟ ما تفهمنا. طب العيال مبهورة. ده راجل صاحبي يعني، قصة طويلة كده يعني غريبة. كنت مستلف منه فلوس وبعدين لازم ارجعها له. طب العيال جعانة دلوقتي. ايوه يا بابا هنموت من الجوع. جعانة. امشي يا مايا بس اديني نفس. يعني انتي نازلة ده انتي جيتي وقفت في وشي رزقتي. جعانة. العيال بيصرخوا من الجوع. اهدي يا مايا اهدي. بيصرخوا. بطنهم بتتقطع. بطنكم وجعاكم يا عيال. ايوه يا بابا. طب خلاص خلاص هستلف 100 جنيه من اللي جوه وخلاص هاخدها. 100 جنيه؟ قصدي 10 جنيه. 10 جنيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ 10 جنيه. ايوه 10. وهتجيب ايه بقى؟ هجيب رغيفين ثلاثه. يا بابا هات جبنه. جبنه؟ جبنه جبنه. انتي شفتيها فين دي؟ اللي انت كنت بتاكلها لنا زمان قوي مره، اللي هي البيضه المكعبه او الصفرة دي. الصفرة دي دقتناها يا مره، كانت قطعه كده شريحه. فاكرين الشريحه الصفرة؟ كانت اسمها ايه؟ جبنه رومي. جبنه رومي. جبنه رومي. ايوه هي الجبنه الرومي حرام ولا غاليه؟ لا هي غاليه. يلا انزل يا فريد هات لهم تمن رومي بقى. تمن رومي؟ تمن رومي. تاكلوا الرومي حاف؟ جبنة رومي. والله ايوه جبنة رومي. انزل هات دي بتا... خد 50 جنيه من الراجل، ما هو خلي السلف يمد شوية. دي بتلاتين جنيه ولا حاجة، دي غالية اوي. لا يلا بس اتشجع اتشجع. الفلوس أجع. ايوه ماما احنا عايزين ندخل اوضة بابا عشان نعرف هي فيها ايه. يعني ايه تدخل اوضة بابا؟ يعني يا ماما على طول بابا. يعني يا ماما على طول بابا. يعني يا ماما على طول بابا قاعد في اوضته وقافل على نفسه. ايوه احنا عايزين نشوف ايه اللي جوه. هو ليه ما يدخلناش؟ طب اصبر بس مش دلوقتي. يعني ايه برضو انا مش فاهمه انتوا عايزين تدخلوها ليه اصلا؟ عشان عايزين نعرف ايه اللي فيها. يعني ايه اللي جواها نعرف؟ هو ليه بيخبيها عنا؟ هو ليه بيقفلها؟ طب اصبر بس لما ينزل. ماشي اصبر. انت هتيجي معانا؟ اكيد. ماما هو انت طلع فيك الشر فجأة ليه؟ ما انت كنت طيبة وبنت ناس. انا معرفش هي فجأة بقت شريرة وذكية جدا. عشان انا من زمان بصراحة عايزة ادخل، بس انتوا ما كنتوش مشجعيني. دلوقتي بقى هاخد 100 جنيه واجيب قفل، في نفس الوقت اجيب لهم الجبنه الرومي دي من نفسهم مره. يعني بقى هجيب نص التوم. هو في حاجه اقل من التوم؟ متهيالي لا. 10؟ لا مش 10. هو يبقى تقريبا توم نص. يعني كلمه كده غريبه الصراحه. المهم هنروح دلوقتي حرام للراجل نص توم. هو هيفهم اكيد عشان هو عارف ان انا بخيل. هقول له هات توم نص توم كده. يعني نص توم. بتقول ايه؟
ولا حاجه. لا بتقول ايه؟ ولا حاجه. طيب يلا انزل. انت تصرفاتي غريبه. جاي انزل بتقول ايه؟ لا ما بقولش حاجه. يلا انزل. يلا انزل. يلا يا فريد يا حبيبي يا اجمل اب في الدنيا. ماشي انت بتزقني ليه؟ اب هو انا ابوكي؟ يلا يا فريد يا حبيبي يا اجمل زوج في الدنيا. اي طبعا هتشجع. يلا يا فريد يلا انزل. يلا يا فريد. خلاص خلاص ده انت ايه ده؟ بس خلاص نزل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نخش على الاوضه. المهم على فكره احنا ولادك. احنا يا ماما اللي ولادك يعني. نخش على الاوضه. يلا يلا نخش على الاوضه. عايزين جبنه رومي. رومي لا اله الا الله. من الفلوس اللي هتدفع دم القلب اللي هيدفع. طب ما اجيب لهم جبنه رومي وادهنه اصفر واديه لهم. قال ايه ان هو جبنه رومي واحلف لهم بالله. ما هو فعلا جب فلفل رومي وبس كده. وارخص ارخص من الجبنه الرومي. اول حاجه خلاص هجيب لهم من نفسهم. يا ما فيش اي محل هنا غير بقى السوبر ماركت بقى الغالي. خلاص هشوف الاسعار عنده هناك. طيب اروح عند انهي يعني ديلي عندي انهي الاسعار احسن؟ احنا الاتنين واحد شغالين في نفس المطعم. ايه هو دوت ايه يعني؟ مطعم جبنة. هو دوت محل للجبنة بس؟ اهو. عشان كده غالي. افتكرت ما هو دوت الغالي. تعالى عندي. ما انت شكلك فقير ومعفن. قصدي يعني شكلك عادي يعني. الناس ما بتجيليش ليه؟ عشان انت شكلك معفن. انت حالق غلط من الاخر كده. انا مش عايز اكسفك بس انت حالق غلط. احسن برضه باخد مرتب وانا قاعد بس. سيبك منه. اتفضل يا استاذ. طبعا اتفضل. عندكم جبنه الرومي بكام؟ من اول لكام لكام؟ تبدا اسعار الجبنه الرومي من في نوع ب 20 جنيه كيلو وفي نوع ب 150 جنيه كيلو يعني عادي. بس في نوع بقى ده تحفه ده ب 1500 جنيه كيلو جبنه. ده ليه ده يعني؟ بيشبع البطن الى الابد؟ لا امال بيعمل ايه يعني؟ نوع جبنه. يعني ايه برضو نوع جبنه؟ هو كده. لا انت اكيد كذاب. انا هكدب عليك ليه؟ ما هو اخوك عامل كده ليه؟ ده مش اخويا اصلا. امال ايه؟ ده اسلام. بجد اسلام؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي سعيد. اهلا اهلا. صدق بالله ونعم بالله ابويا اسمه سعيد. ايه يعني وانا مالي بابوك؟ عشان انت اسمك سعيد. ابويا تشتري ولا جاي تهزر؟ انت هترد من الشغل مش انت المدير. لا كده انا ماشي. لا لا خلاص خليك امشي من وشي عشان انت عامل زي مش عارف بس امشي. اتفضل. بالنسبه للجبنه ام 5500 ملناش دعوه. انا عايز ارخص حاجه عندك. ارخص حاجه؟ تمام بس وسع كده بس. نص توم. ايه نص توم؟ ايه هات توم واقسمه لي بالنص. حضرتك ديت شريحه جبنه رومي من ام 1500 جنيه. تتفضل تدوق. طبعا ممكن اكسب منها. يلا. ما جميل جدا. ما انا عارف. روح بقى. انا عايز ارخص نوع زي ما قلت لك. ابو 20 جنيه. نص تمن. ابو 20 جنيه. نص تمن. ابو 20 جنيه. طيب ماشي نص تمن. ماشي عند دلوقتي احنا هنعمل ايه ده يا استاذ؟ عشان اشوف يعني مثلا لو بتنصب بتعمل كده فانا اكون مراقبك يعني كويس جدا. افرد نص التمن دوت ب 2 جنيه. انت هتديوني ب 2 جنيه وربع. ايه يا استاذ ده؟ اتفضل اطلع بره المحل لو مش هتشتري. قلت لك هشتري نص تمن. طب اطلع.
هديك نص طن. ادي تمن ونقسمه نصين. ايه هو ايه اللي القرف ده؟ انت بتمسكه بايدك؟ يبقى انا لابس جلافس. ايه جلافس؟ ايه اسمه جلافس، اسمه جلافس. ايه هو ده؟ جلافس. جلافس اسمه جلافس. جوانتي. ايوه كده، هتتكلم مصري هتتكلم اجنبي؟ اجنبي. انا عايز اسال سؤالين. قول السؤال الاول. ايه هو انتوا نير ونقير؟ ايه نير ونقير ده؟ اللي هما بيفضلوا يتخانقوا مع بعض ويلطشوا في بعض. جبتها منين الكلمه دي؟ سمعت واحد بيقولها في الشارع. وانت اي حد يقول اي حاجه في الشارع تقولها لي؟ هي دي كلمه عيب يعني ولا ايه؟ لا بس انا مش من بيت اهلك. ليه يعني؟ والسؤال التاني. السؤال التاني يعني ايه جلافز؟ ايه جلافز؟ ايه بتاعكو ده؟ ايه اللي انتوا كنتوا بتقولوه؟ جوانتي. يعني هو بالايه بقى؟ بالاسباني بالانجليزي يا عم. بيقولك اجنبي، بيقولك اجنبي. ما في اجنبيين، تركيين، خلاص برازيليين. اسكت يا عم فريد. عرفت ان اسمي مكتوب على الحظاظه. ايه ده؟ اتقعد لقطعد. اصلا لقيت. لقيت؟ طب هات لي يا عم لقيت نص الطاقة. ساتر يا رب. نائر موجود ونقير جه. ازيك يا سعيد؟ يلا ابوك سعيد. الله يعرفك. ابو مش اسمه سعيد، ابو اسمه اسعد. انت اللي قلت لي من شويه ان هو اسمه سعيد. اسعد. وانت اسمك ايه بقى؟ انا مروان. وهو شرقاوي. انت عرفت ازاي؟ انا ما اعرفش. يا ابن اللقيطه، يا ابن اللقيطه زي ما ده اطلق. ما هو انت ما تعرفوش ان احنا اولاد عم. يا ابن الجنية، يعني انا زي ما قلت من الاول قرايب. ايوه قرايب زي ما انا قلت. يا ابني يا ابني نص طن الرومي. العيال في البيت بيصرخوا من الجوع. وواحد عياله بيصرخوا من الجوع. هتجيب لهم نص الطن الرومي يا بخيلة جلدة. ايه ده هو انت بخيل وجلدة؟ انت بخيل، خد كيلو ولا حاجة. ايه ده الموضوع بيقوى. اسعد هو مش كان اسمه مروان؟ لا ما انا بشجع ابويا. طيب هتجيب لي نص التمن ولا لا؟ هات تمن. طيب كامل. انا بقطع ايه اصلا؟ انا شرحتها بس. طب خد التمن. عارف احنا ما جالناش زبون مفرفوش كده اهو من سنين. اذا كان المحل لسه فاتح بقاله شهرين. من سنين ما جالناش زبون فرفوش. درامي اوي. ايه كمل. طيب سلام عليكم بقى. خدوا بالطبق يا فلاح يا فلاح. انت عمال تشتم على فكرة وانا طيبك. ماله فلاح؟ ماله؟ لا ملوش. على فكرة ابويا فلاح. اسف والله. عمي فلاح. لا ابويا. عمي. ابويا. عمي. ابويا. عمي. ابويا. عمي. ابوي. عمي. خد الطبق وامشي عمي. انتوا على فكره مش لابسين نفس اللبس على فكره. لو لاحظتوا الكوتشي والبنطلون دوت لابس بنطلون ازرق وشراب. انت بتتريق عليا. انت لابس شراب. اطلع بره يا استاذ عشان المدير لو شافنا مفرفشين هيقتلنا. لازم قشر اضرب بوز. ضربته. واضح واحد اكنه واخد مطوه في عينه والتاني باصص اكنه ممل اكتر. اكني شرطي بالظبط. شرطي؟ خد الطبق وامشي. خد الطبق وامشي. هو في شرطي يبقى فرفور؟ ايه؟ ولا حاجه. ايه؟
لقيت المفتاح. طيب وايه المشكله افتح يعني افتح. لما نعرف بتصوتي ليه بتقهقهي ليه؟ قولي. علشان انا جبت المفتاح من تحت الارض حرفيا. خدي يا ماما نضارتك اللي عماله تقع. يا ماما انت عماله توقعيها. ماشي. مع انك شكلك حلو من غير النضاره. بجد؟ ايوه انا اصلا مش محتاجه نضاره، انا بلبسها كده وخلاص عشان اغلس على ابوكو. تلاقي بابا ما بيحبهاش. لا ما بيحبهاش. المهم يلا نفتح بقى الكنز. ايه ده؟ فلوس فلوس، مش معقول فلوس. ايه ده ايه ده؟ فلوس. ايه ده ايه ده؟ لا لا مش معقول مش فلوس. معقول فلوس. هنعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ماما هنعمل ايه؟ دي فلوس كتير قوي. ما تلبسيش بقى النضاره دي تاني عشان اول ما قلعتيها كسبنا فلوس كتير قوي. طيب انا عارفه فريد، فريد ده امين طول عمره، اكيد كان هو لسه كسب الفلوس دي امبارح وحوشها عشان يديها لنا. بجد يا ماما؟ ايوه طبعا، انت اللي تقلدني يا ولد يا قليل الادب. يومي يا احنا نعمل ايه؟ هننزل نجيب لبس وحاجات. يلا كل واحد يمسك كوشه في ايديه. يلا بجد يا ماما بجد. ايوه بجد. طب علي ده ايه؟ A few moments later. انتوا فين؟ انا جبت الجبنه الرومي. انتوا فين؟ الله ايه ده؟ لا لا اكيد ما دخلوش. لا لا مش معقول الكلام ده. لا فلوسي. لا ان شاء الله يكون ما اعرفش. لا 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 ما دخلوش. لا 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 يا فريد ما دخلوش. لا ان شاء الله يكون عفريت ملبوس دخل الاوضه. بس هما لا باذن الله. لا هما ان شاء الله. لا مش هما، انا هشوفهم هما فين. ايوه هما اكيد نايمين. ايه ده كمان؟ قلعتها يعني رايحة تجيب نظارة جديدة. انا فهمت، هي وقعت والنظارة اتكسرت في عينيها وراحت المستشفى اللي هي مجانية. ايوه المجانية. وحتى هلاقي ازاز جوه. ايوه اكيد جوه. يبقى ما فيش ازازة. يبقى ميرا لميته. ايه ده يا فريد؟ ده فلوسك هي هي بس اتكركبت. بس ايوه اتكركبت شوية بس ما فيش حاجة تانية. فلوسك يا فريد هي هي. فلوسك يا فريد هي هي. مفيش حاجة يا فريد مفيش. لا يا فريد مفيش. فلوسك زي ما هي يا فريد. اضحك يا فريد. مين اللي فتح الباب ده؟ مين اللي فتح الباب ده؟ انا مش عايزة ابص. اكيد الكهربائي. بس الكهربائي ازاي معهوش مفتاح؟ بص انا بصص الناحية التانية. لو انت الكهربائي ما تجيش يعني ابقى ادفع لك اللي انت عايزه بعدين بقى، عايز تعمل اي حاجة بعدين. اصل دلوقتي مراتي قاعدة في البيت ما ينفعش، وقاعدة بشعرها وهي محجبة. يا فريد. ايوه يا ما تبص وراك. مين اللي بيتكلم؟ انا يا
مش عارفني يا فريد. ما ممكن صوت الكهرباء عامل صوت، ما انا ممكن اعمل صوت الكهرباء، ممكن اعمل صوت كده يا فريد. مش عارف انا مين. الكهربائي يا فريد. وهو كهربائي هيقولك يا فوفو. بس انت ما قلتليش يا بابا. بابا 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 بابا. بص بابا انا بقيت روشة قوي. بص يا بابا، بص انا معايا فلوس. بص بص احنا جبنا حاجات، دخلنا اوضتك ولقينا فلوس يا فريد. افرح يا فريد. بابا انت عارف انا مين؟ انا ميرا. ايوه مو معقول، انا ميرا مش مصدقه نفسي. اشهد ان ايوه يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي يا حبيبتي، انتوا بقى جبتوا الفلوس ديت منين؟ فلوسك يا فريد. وبص جبت لك ايه، امسك ده ليك، ده طقم جميل. هو اللي خلاكوا تخشوا اوضتي؟ عادي، عشان البيت بيتنا كلنا. ايوه يا بابا لقينا فلوس، رحنا داخلين. ايه يا بابا، ولا انت مش عاجبك شكلنا الجديد؟ بابا انا بحبك وجبت لك الوقت ده. انتوا اللي خلاكوا تخشوا اوضتي؟ ايه اللي خلاكوا تخشوا اوضتي؟ ايه يا فريد، احنا ما عملناش حاجه على فكره. انا قلت محدش يخش اوضتي. ليه يا فريد؟ ماما اتصل بالبوليس. استنى بس، مش هتصل بالبوليس، ده بابا. بابا يا بنتي قال تعالى. اوعي. ايه ده ده انا هموتك. اتصل بالبوليس يا حبيبتي. اتصل حاضر. دلوقتي احنا خدنا جوزك كشفنا عليه وكده، اتضح ان هو عنده مرض في العقل، واضطرينا نوديه مستشفى الامراض العقلية وهنعالجه هناك فيها. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ امراض عقلية ايه؟ هو كده. مع السلامة. لا لا ماما، هي امراض نفسية يعني هو مات؟ لا يا حبيبتي بعد الشر. لا لا امال ايه يا ماما، انا مش فاهمة يعني راح مستشفى المجانين. ايوه. طب يا ماما هنعمل ايه؟ بابا مش عارفه. بابا 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 يا ماما بابا. احلى حاجه يا ماما فكرتك. فكرتك جميله قوي يا ماما. ايوه طبعا ما انا عارفه. تعالي هنا يا زينه. حاضر يا ماما. ان احنا هنروح نقنع بابا ان هو يجي معانا، وهنقول له ان احنا هنعيش مع بعض وهنبقى مبسوطين واغنياء مش فقراء وشحاتين والناس بتتريق علينا. يمكن يقتنع بالفكره، لان هو انا عارفه فريد ما عندوش حاله نفسيه ولا حاجه، هو بس كان بيحب الفلوس شويه. ايه يعني انت عارفه ان هو كان معاه فلوس من زمان؟ لا انا اول ما انا عارفه ان هو بخيل، بس الصراحه مش بالطريقه دي. يعني انا عارفه ان هو بيحب الفلوس، بس مش بالطريقه ان هو يخبيها عنكم كل الفتره دي. طب يلا ممكن نقنعه يا ماما. بس الدكاتره هيرضوا يدخلونا؟ طبعا، لان هو حالته مش خطيره ولا حاجه. بجد؟ هي يلا. يعني ممكن نقنعه؟ ايوه ممكن. طب يلا 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 يلا. A few moments later. ها يا فريد، قلت ايه؟ هنبقى عايشين مع بعض وكويسين يا بابا، وهنبقى اغنياء مش هنبقى فقرة خالص. ايوه هنستمتع بالفلوس، وهنبقى مع بعض، وهناكل اكل حلو قوي، وهنبقى مع بعض، وهناكل اكل جميل جدا، وهنبقى عايشين حلو. هيا يا فريد، قلت ايه؟ ارجع معانا. ارجوك يا بابا ارجوك. ماشي موافق.
يلا جاهزين؟ ايوه خلاص يلا متحمسين. ايه المفاجأة اللي بقالك اسبوع بتحضرها؟ مقعدني عند مامتي، هو في ايه؟ تعالوا يلا تعالوا خش. اتفضلوا البيت الجديد بقى. هو مش بيت جديد ولا حاجة، هو انتوا خضعتوا، هو دوت نفس البيت بس حدثته بقى وجبت شاشة جديدة وحاجات كده تلفزيون. تلفزيون كبير، مش هنتفرج من هنا تاني. الله، ايه ده يا فريد، انت اللي عملت كده؟ ايوه طبعا. معقولة؟ طبعا. وانت تعالوا بس شوفوا بقية البيت. يلا تعالوا. الأوضة ديت ممنوع حد يفتحها غير لظروف الطريقة، عشان دي الحمام. خوفتنا. بس احنا المرة دي قلنا بقى هيكون فيها عفاريت ولا جن. الله يا بابا، ده اجمل حمام في الدنيا. عجبكم؟ ايه عادي، في ناس بتحب الحمامات عادي. جميل. طيب تعالوا يلا يلا بقى، ديت اوضتكم. مثلا يعني شوفوا يعني اكيد دي ليا وديت ليا، صح؟ يعني دول لينا. شوفوا انتوا بقى. انا هقول لكم الاثنين ليكم ودوت ليك وانت فوق. دوت ليا يعني وديت ليا. الله يا بابا، ده جميل قوي. ايوه طبعا بقى. للاسف انا وماما هننام بعيد عن بعض بقى، ده سريرها. ليه؟ ويلي ليه، هو ده سريرك. ليه يا فريد؟ هو ده سريرك بقى. ليه؟ وانت هتنام فين؟ هنام على الكنبة بقى، هشوف اي حاجة. لا، هنام بعيد عنك بشبر ولا حاجة. ايوه. يعني ايه؟ بهزر معاكي، عملت فيكم مقلب مرة تانية. ايه ده يا فريد، ده سري انا وانت يا زكية. بجد؟ ايوه، انت بتنامي هنا وانا بقى هنام هنا، بس ما فيش حد هينام في النص. هي انا فرحانة قوي. طبعا بقى. ايه رأيكم بقى في البيت، عجبكم ولا مش حلو قوي؟ حلو جدا. تعالي نقعد برا بقى. طيب تعالوا، انا عايز اعترف لكم بحاجة. ها؟ ان يعني ان انا اصرف بقى واجيب حاجات احسن من البخل. يعني يعني ايه؟ يعني ان انا اجيب حاجات وكده احسن ما انا احوش الفلوس. ايوه يا بابا فعلا. بص البيت بقى جميل ازاي. اصل كنت حامل ايه بيها في الاخر؟ حامل بيها ايه لما تتركني؟ مش حامل بيها حاجة. كده احسن بكتير. ايوه كده احسن بكتير.